أنا أكتب إليك أيها العزيز ثوفيلوس وصفا دقيقا عن الأمور التي حدثت بيننا لتعرف الحقيقة الصادقة عن كل شيء. في أيام أغسطس قيصر إمبراطور روما، عندما كان هيرودس الأكبر ملكا على اليهودية، أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى عذراء في مدينة الناصرة، وكان اسم العذراء مريم. لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. كيف هذا؟ أنا عذراء. الروح القدس يحل عليك، ولذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فذهبت مريم لزيارة نسيبتها التي أيضا حملت طفلا بمعجزة إلهية. أليس ظاهر؟ مريم، نسيبتي مريم. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. حين صار صوت سلامك ارتكض الجنين بابتهاج في بطني. تعظم نفسي الرب إلهي، وتبتهج روحي بالله القوي مخلصي، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. يكن معلوما لديكم يا جميع سكان الناصرة أنه بأمر أغسطس قيصر سيتم إحصاء عام لكل سكان منطقتي الجليل واليهودية، فعلى كل واحد أن يكتتب في القرية أو المدينة التي ولد فيها. فذهبت مريم لتكتتب في بيت لحم في اليهودية مع يوسف خطيبها. ولكن لم يكن لهما موضع في بيت لحم بسوى مذود متواضع. وكان في تلك الكورة رعاة يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب ظهر لهم ومجد الرب أضاء حولهم. ولد لكم هذا اليوم في مدينة داود مخلص المسيح الرب. فجاء الرعاة مسرعين لينظروا الطفل المولود المرجع في المذود، فكانوا أول من نشر الإنجيل، أي الأخبار السارة عن الأم العذراء وعن مولد المخلص. بعد أسبوع لما حل وقت اختتان الصبي سمي يسوع، ثم صعد يوسف ومريم بالطفل إلى أورشليم ليقدمه للرب. وكان في الهيكل رجل بار، وقد أوحي إليه بالروح أنه لا يرى الموت قبل أن يرى المسيح، واسمه سمعان. الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. هذا الطفل مختار من الله ليجعل الرب بركته عليكما. ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس موسى تركوا أورشليم ورجعوا إلى الناصرة. ولما كانت ليسوع 12 سنة صعد به يوسف ومريم إلى أورشليم لأجل الفصح. ولكن عند رجوعهما ظنه بين الرفقة، ولكن يسوع تأخر عنهما فرجعا إلى المدينة يطلبانه. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل في وسط المعلمين والشيوخ.
ابن من هذا الذي يسأل أسئلة كهذه؟ إنه من الناصرة، ظنناه بيننا، اعذروا غيرته. وجميع الذين سمعوه أهدوا. يا بني، لماذا فعلت بنا هكذا؟ هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. لماذا تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ فجاء معهما إلى الناصرة وكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. وفي السنة 15 من حكم طيباريوس، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية، وهيرودس حاكما على الجليل، وحنان وقيافة رئيسي الكهنة، كانت كلمة الله إلى يوحنا في البرية. فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. اتركوا خطاياكم واعتمدوا فيغفر الله لكم خطاياكم. هذا ما قيل على فم النبي القديم أشعياء. صوت صارخ في البرية ينادي: أعدوا الطريق للرب إلهنا، واصنعوا سبله مستقيمة، كل واد سوف يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، تصير الطرق المعوجة مستقيمة والشعاب طرقا سهلة، ويبصر كل بشر يبصرون خلاص الله. وماذا نفعل يا أولاد الأفاعي؟ قل لنا كيف نلتفت. من له ثوبان اثنان فليعطي واحدا، لمن ليس له صحيح، ومن له طعام كذلك. يا معلم، نحن جباة ضرائب، ماذا نفعل؟ لا تستوفوا إلا ما فرض لكم. ونحن ماذا عنا؟ ماذا نفعل نحن؟ لا تظلموا أحدا من الناس بالقوة، ولا تشوا بأحد زورا، اكتفوا بعلائفكم. قل لنا، هل أنت المسيح؟ نعم، هل أنت؟ قل لنا. أنا أعمدكم بماء، يأتي من هو أعظم مني. أنا لست أهلا أن أحل سيور حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار الذي رفشه في يده، وسينقي بيدره ويجمع القمح إلى مخزنه. ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمام. وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب، بك سررت.
ولما ابتدأ يسوع خدمته كان له نحو 30 سنة، فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، ولم يأكل شيئا في كل تلك الأيام. قال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ثم أصعده إبليس وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. لك أعطي هذا السلطان كله ومجده، لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد. كل هذا سيكون لك إن سجدت لي. مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم أخذه الشيطان إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل. إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب إن الله يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على الأيادي يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. إنه قيل: لا تجرب الرب إلهك. وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى. أهلا. أهلا. ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. فدعي ليقرأ من سفر النبي إشعياء. روح الرب علي، مسحني لأبشر المساكين بالروح، أرسلني لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بأن الوقت قد أتى حين سيخلص الرب شعبه. إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. تم اليوم؟ ولكن المسيح فقط هو الذي يحقق هذا. على كل حال تقولون لي هذا المثل: أيها الطبيب اشف نفسك، وأيضا تقولون لي: افعل هنا في وطنك كما سمعنا عن كفرناحوم. الحق أقول لكم إنه ليس نبيا مقبولا في وطنه. فأرادوا أن يطرحوه عن الجبل،
أما هو فجاز في وسطهم ومضى. وجاء إلى كفر نحوم، مدينة من الجليل. كان الاحتلال الروماني باديا في كل مكان، وتاق الشعب إلى المسيح لتحريره من هذا الطغيان. هيا قدم، هيا أسرع، هيا هيا قدم، هيا. سلام لك. لك يا معلم. هل قاربك يحملني؟ تفضل. هو لا يريد أن يذهب. تكلم إلينا، تكلم إلينا، تكلم إلينا، تكلم إلينا يا يسوع، تكلم إلينا، تكلم إلينا. إنسانان صعدا إلى الهيكل لكي يصليا، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه: أنا أشكرك اللهم أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا، أنا أشكرك أني لست مثل العشار ذاك. أصوم مرتين في الأسبوع وأعطيك عشر ما أقتني. وأما العشار فلم يشأ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرى على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطي. أقول لكم إن العشار وليس الفريسي نزل إلى بيته مبررا أمام الله. كل من يرفع نفسه لابد يتضع، وأما من يضع نفسه فيرتفع. ابعد بالسفينة إلى العمق ثم ألقوا شباككم للصيد. يا معلم، تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا. لكن أنت قلت سألقي الشبكة. يعقوب، يوحنا، ستغرقون السفينة بصيدكم. اخرج من سفينتي يا رب، انا رجل خاطئ. لا تخف، من الان ستصطاد الناس. لستم تعلمون من اي روح انتم، لان ابن الانسان لم ياتي ليهلك انفس الناس بل ليخلصها. تنجح مقاصده على بابل وتمتد يده على الكلدانيين. أنا، نعم أنا قلت ودعوته، أنا آتي به وهو ينجح في طريقه. من منهم أخبر بها؟ فإن الرب قد أحبه. يسوع، يسوع، أهو آتٍ، أهو، انظر يا يسوع، يا يسوع، أرجوك أن تلقي ضبلتي. يا سيد ارحمني، إنها تموت، عمرها 13 سنة. من فضلك تعال معي. يا إيروس، أنا آسف. يا يسوع، ابنتك قد ماتت. لا تتعب المعلم. لا تخف، آمن فقط فهي تشفى.
لا تبكوا، لم تمت بل إنها نائمة. يا ابنة قومي. أعطوها لتأكل، أنا أوصيكم لا تخبروا أحدا عنها. وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه متى لاوي جالسا عند مكان الجباية لاستلام الضريبة. اتبعني. ثم صعد يسوع إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما كان النهار دعا تلاميذه الاثني عشر الذين سماهم أيضا رسلا. سمعان الذي سماه أيضا بطرس. وأندراوس أخاه. يعقوب. ويوحنا. فيليبوس. وبرتولماوس. متى. وتوما. يعقوب بن حلفة. وسمعان الذي يدعى الغيور. ويهوذا أخا يعقوب. ويهوذا الإسخريوطي الذي صار مسلما له. طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم من أجل ابن الإنسان. فرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهو ذا أجركم عظيم في السماء، هكذا كان أباؤهم يفعلون بالأنبياء. سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، هذا كل ما أملك. ماذا تعني هذا كل ما تملك؟ ويل لكم أيها الأغنياء الآن لأنكم قد نلتم عزاءكم.
لا يريد ولا أن يكون يريد غنيا لابد أنه مجنون. ويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. ويل لكم إن مدحكم الناس، لأن هكذا آباؤهم فعلوا بالأنبياء الكذبة. لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك الأيسر فاعرض له الآخر أيضا. ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا. وكل من سألك فأعطه. ومن أخذ مالك فلا تطالبه به. فعلوا بالغير ما ترجونه أنتم منهم. إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم، وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم. الخطاة يفعلون هكذا. لما يحدثها بل كيف يلبسها؟ يا للعار لا، أحب أعداءكم، أحسن لهم، أقرضوهم ولا ترجون شيئا، فيكون لكم أجر عظيم وتكونوا بني الله العلي، فإنه منعم على الشاكرين والأشرار. فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. خلصنا يا يسوع. لا تقضوا فلا يقضى عليكم، لا تدينوا فلا تدانوا أنتم، فاغفروا يغفروا لكم. أعنا يا رب. أعطوا أنتم أيضا تعطون، لأنه بنفس ما تكيلون يكال لكم. لا يقدر أعمى أن يقود أعمى آخر، إن فعل هذا يسقط الاثنان في حفرة. ولماذا تنظر القذى في عين أخيك والخشب في عينك لا تفطن لها؟ علمنا أيها المعلم، نحن بحاجة إليك يا رب. طوبى للبطل الذي حملك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله فيطيعونه. من يقول هذا؟ أتظنه يكون المسيح؟ أظنهم صاعدين إلى أورشليم. هذا الفريسي دعا يسوع أن يأكل معه، فدخل يسوع بيته وجلس ليأكل. هيا أيها الأولاد، هيا اذهبوا. أما سمعتموني؟ هيا، إنهم دائما يحتجون. ماذا تفعل هذه هنا؟ لست أعلم. لعلم من هذه المرأة التي تلمسه. هي امرأة نجسة وشريرة. أنا أعلم من هذه المرأة يا سمعان، ولكن اسمع لي. فقد كان لمداين مديونان على الواحد عشرة أضعاف الآخر، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان
سمحهما جميعا، فأيهما سيحبه أكثر؟ أنا أظن الذي سمحه بالأكثر. صحيح. أترى هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها قبلة لم تقبلني. أما هي فما كفت عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن أنت رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، ومن يغفر له قليل يحب قليلا. مغفورة لك خطاياك يا امرأة، إيمانك قد خلصك. وعلى أثر ذلك كان يسوع يتنقل مبشرا بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر وبعض النساء ممن كنا قد شفينا من أرواح شريرة. مريم التي تدعى المجدلية، يوانا امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسن. وأما هيرودس حاكم الجليل الروماني فكان قد ألقى يوحنا المعمدان في السجن لأنه شهد عليه أنه لا يحق له الزواج من امرأة أخيه. ومن باب مدينة نايين خرج موكب جنائزي، وكان الميت ابنا وحيدا لأرملة، ولما رآها يسوع تحنن قلبه من أجلها ولمس النعش وقال: أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الشاب الميت فدفعه يسوع إلى أمه: ذهبا اسألا هل أنت الذي شهد يوحنا عن مجيئه أو ننتظر شخصا آخر؟ يا معلم، يا معلم، يوحنا المعمدان يقول لك: هل أنت هو الآتي أم ننتظر غيرك؟ اذهبا أخبرا يوحنا: البرص يطهرون، العرج يمشون، وطوبى لمن لا يعثر فيا. ارفعني، أرى يسوع. خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداسه وأكلته طيور السماء، وسقط آخر على الصخر فلما نبت جف لأنه لم تكن له رطوبة، وسقط آخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وهكذا خنقه، وسقط آخر في الأرض الجيدة ولما نبت أعطى ثمرا كل 100 ضعف. يا رب، لماذا تتكلم بأمثال كلما احتشد الجمع؟ لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، وأما للباقين فبأمثال، حتى أنهم يسمعون ولا يفهمون، ينظرون ولا يبصرون.
هذا ما يعنيه المثل. الزرع كلام الله. الذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا الكلمة يقبلونها بفرح، ولكن ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين فقط، ومتى أتت التجربة يرتدون. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة ومن غناها، وهكذا لا يثمرون. الذي في الأرض الجيدة هو الذين يسمعون الكلمة فيودعونها في قلب صالح ويصبرون فيثمرون. ليس أحد يوقد سراجا ويغطيه بإناء، بل يضعه على منارة فينظر الناس النور وهم داخلون. ليس خفي إلا وسيظهر، ولا مكتوم إلا ويعلم ويعلن. فانظروا كيف تسمعون، لأن كل من له سيعطى، وأما من ليس له فالذي يظنه له سيؤخذ منه. يا معلم، أمك وإخوتك واقفون خارجا يريدون أن يروك. أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلامي فيحيون. وفي أحد الأيام دخل يسوع سفينة هو وتلاميذه وقال لهم لنعبر إلى عبر البحر. وفيما هم يبحرون نام. أين إيمانكم؟ وساروا إلى كورة الجدريين التي هي مقابل الجليل. اسمك؟ لجيون. يا رب لا ترسلنا للهاوية، دعنا ندخل في هذا الخنازير.
وخرجت الشياطين من الإنسان وإلى داخل الخنازير. اذهب عنا هيا أيها الساحر، اتركنا، اذهب عن هذا المكان، اتركنا، اذهب عنا هيا. أتبعك أينما تذهب، دعني أتبعك. بل اذهب وحدث بكم صنع الله. يا معلم، اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى والمزارع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما، لأن هذا موضع خلا. بل أعطوهم أنتم شيئا ليأكلوا. عندنا 5 أرغفة وسمكتين فقط. مبارك أنت أيها الرب الإله، ملك كل الكون، الذي تخرج الخبز من الأرض. معجزة معجزة معجزة. من تقول الجموع عني؟ البعض يقول إنك يوحنا المعمدان، وآخرون إنك النبي إيليا، وآخرون يقولون إن واحدا من القدماء قد قام. وماذا عنكم؟ من تقولون عني؟ أنت هو المسيح. لا تقول لأحد، ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ومن ثم يقتل، لكنه في اليوم الثالث يقوم. Following day.
من منكم سيتبعني؟ أنا أتبعك يا سيد، ولكن إذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي. ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم يتبعني. فكل من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي أنا فهذا يخلصه. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لأن من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الآب والملائكة القديسين. أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. وبعد هذا أخذ يسوع يوحنا ويعقوب وبطرس معه وصعد إلى جبل ليصلي. وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد سماوي. أنت ستتمم قصد الله وستموت في أورشليم. وفيما هما يفارقانه قال بطرس: يا معلم، ما أجمل أن نكون ها هنا، فلنصنع ثلاث مطال، لك واحدة. وفيما بطرس يتكلم كانت سحابة فضللت ولإيليا واحدة، فخاف التلاميذ. وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي اخترته، له اسمعوا. ولكنهم لم يقدروا. أيها الجيل غير المؤمن والملتوي، إلى متى أكون معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك هنا. وجهه أيضا قد شفي.
علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه سمكة أفيعطيه حية، أو يعطيه عقربا بدل بيضة؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحر الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. أقول لكم، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون، ولا لجسدكم بما تلبسون. الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس. تأملوا الغربان، إنها لا تزرع ولا تحصد، وليس لها مخدع ولا مخزن، والله يقيتها. كم أنتم بالحري أفضل من الطيور؟ ومن يقدر أن يزيد ذراعا واحدا على قامته إذا اهتم؟ إن كنتم لا تقدرون على الأصغر، فلماذا تهتمون بغيره؟ تأملوا الزنابق كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولا سليمان في أوجه كان يلبس كواحدة منها. إن كان العشب الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالحري أنتم يا قليلي الإيمان. زد إيماننا. إن كان لكم إيمان بقدر حبة الخردل تقولون لهذا الجميزا انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. بكم هذا؟ بدينار. لا يمكن إلا أن تأتي العثرات، ولكن ويل للذي تأتي بوسطته. خيرا له لو طوق عنقه بحجر رحى وطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار. بماذا أشبه ملكوت الله؟ يشبه هذا، يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في حق، فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور السماء في أغصانها. لست أعلم عما يتكلم. قل لي، لماذا تأكل وتشرب مع العشرين والخطاط الآخرين؟ لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي أدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة. لنا المزيد عن الملكوت، ملكوت الله. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة، اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات حيث لا يتغير، فلا سارق يقرب ولا سوس يبلي. حيث كنزكم هناك قلبكم أيضا.
يا ابنة، أنت محلولة من ضعفك. انظروا لقد شفيت. هذه معجزة، لقد شفيت. شيء لا يستطيع. مجدا للرب. ثماني عشرة سنة، الله معك يا معلم. هي ستة أيام ينبغي فيها العمل، ففي هذا ائتوا هنا واستشفوا، وليس في يوم السبت. أيها المراعون، ألا يحل كل واحد منكم حماره أو ثوره ويمضي به ويسقيه يوم السبت؟ وهذه ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان ثماني عشرة سنة، أما كان ينبغي أن تحل يوم السبت؟ أيها المعلم الصالح، ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية؟ لماذا تدعوني هكذا؟ ليس صالحا إلا الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك. هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. يعوزك أيضا شيء واحد: بع كل ما لك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء، ثم تعال اتبعني. ولكننا تجار أغنياء. ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله، دخول جمل من ثقب إبرة أيسر كثيرا من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فمن يقدر أن يخلص؟ غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أين سيكون ملكوت الله تماما؟ لا يأتي ملكوت الله بمراقبة؟ لا يقولون: انظر، هو ذا هناك أو هنا، لأنها ملكوت الله داخلكم. ستأتي أيام فيها تشتهون رؤية يوما واحدا لابن الإنسان، لكن لا ترون، لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه، ولكن ينبغي أولا أن يتألم ويرفض من هذا الجيل. إن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. أنبياء كثيرون وملوك أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فماذا نفعل؟ ماذا يقول الناموس؟ كيف تفهمه؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل قدرتك، ومن كل فكرك، وقريبك مثل نفسك. صحيح، افعل هذا فتحيا. ومن هو قريبي؟ ليس هؤلاء الجنود. طبعا لا. ماذا عن القيصر؟ نعم، والرومان. إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لاوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله، ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن قلبه فيه، فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به. وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك.
أي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ الذي صنع الخير. أنتم أيضا اصنعوا هكذا، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. من قبل طفلا باسمي أنا يقبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم يكون أعظم الكل. هو المار. يسوع يسوع يا ابن داود يا معلم ارحمني. ماذا أفعل بك؟ افتح عيني. ها هي، إيمانك قد شفاك. أنا أرى الآن، أنا أبصر. شكرا لله. هذا الإنسان بالحقيقة نبي، ربي وسيدي، خلصني يا رب. هيا أسرع وانزل يا زكا، ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. بيتي؟ لا أحد يتمنى أن يخرج من بيتك. إنه شهير لذيذ جدا، طباخ ماهر. يا له من مذاق. نعم، ها أنا أعطي نصف مالي للفقراء، إن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. عشار يدفع مالا؟ مستحيل. اليوم حصل خلاص له، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، فابن الإنسان جاء يخلص ما هلك. سنذهب إلى أورشليم، وسيتم كل ما هو مكتوب عن ابن الإنسان، فيسلمونه للأمميين، فيستهزأ به ويدفل عليه ويشتم
ويجلد ويقتل، وفي اليوم الثالث سيقوم. وثبت يسوع وجهه نحو أورشليم. انتهر تلاميذك لكي يسكتوا. إنه لو سكت هؤلاء فلن تسكت هذه الحجارة. السلام، المجد، الكرامة، إلى أورشليم. إنك لو علمت حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن قد أخفي عن عينيك، فتأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويهدمونك، وأهلك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. تعال هنا. حلال، حلال، هنا تبديل النقود. حلال، 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 تعال هنا وبدل النقود إلى هنا. تعال. 21، 22، 3، 4، 5، 6. بيتي يدعى بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. ما له هذا الرجل؟ أوقفه، أوقفه. نادي الحراس، نادي الحراس. أنا سمعت أن كثيرين يدعونه ملكا. ملكا؟ على اللصوص والمتسولين رأينا مثله من قبل، يأتون يدعون ادعاءاتهم وبعدها يذهبون. لا تكن أعمى، أتباعه يتزايدون كل يوم والشعب معجب به. إلى هذا الحد؟ انتبهوا لي جيدا، إن الأمن تهدد مرة أخرى سأستدعيكم أنتم. إنه محق لنواجه هذا الجليل. في الوقت الذي ازداد حكم يسوع على فئة المرائين من الكتبة والفريسيين، ازداد عدد أتباعه من اليهود، وازدادت معه مقاومة الذين حكم هو عليهم. أنا أقول
إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع، لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل معيشتها. قل لنا بأي سلطان تقول هذا؟ من أعطاك هذا السلطان؟ وأنا أسألكم سؤالا، قولوا لي، معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ من السماء. نعم من السماء، نعرف أنها من السماء. نعم من السماء. لماذا نجيب؟ إن قلنا من السماء سيقول لنا لماذا لم تقبلوه، وإن قلنا من الناس فجميع الشعب يرجموننا لأنهم واثقون بأن يوحنا نبي. لا نعلم من أين جاء، ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. إنسان مرة غرس كرما وسلمه إلى فعلة وسافر زمانا طويلا، وفي الوقت أرسل عبدا إلى الكرامين لكي ينال من ثمر الكرم، فجلده الكرامون وأرسلوه فارغا، فأرسل ثانيا فجلدوا ذلك أيضا وأهانوه وأرسلوه فارغا، ثم عاد فأرسل ثالثا فجرحوا هذا أيضا وأخرجوه. فقال صاحب الكرم لنفسه: ماذا أفعل؟ أرسل ابني الحبيب، إذا رأوه يحترموه، فلما رأوه تآمروا فيما بينهم قائلين: هذا هو الوارث، هلما نقتله لكي يصير لنا الميراث. فأخرجوه خارجا وقتلوا. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الفعلة؟ يأتي ويهلك هؤلاء ويعطي الكرم لآخرين، وإلا فما معنى ما قيل: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، كل من سقط على ذلك الحجر يتردد، ومن سقط عليه الحجر يسحقه سحقا. يا معلم، نعلم أنك بالاستقامة تعلم، ونعلم أنك لا تقبل الوجوه بل بالحق تعلم طريق الله للإنسان. قل لي، أيجوز لنا أن نعطي جزية للرومان أم لا؟ كن حذرا فهو يجربك. أروني دينارا. دينارا؟ لمن هذه الصورة والكتابة؟ لقيصر. أعطوا إذن لقيصر ما هو لقيصر، وما لله أعطوه لله. وقرب عيد الفطر الذي يقال له عيد الفصح. فأرسل يسوع تلميذيه سمعان بطرس ويوحنا أمامه ليعدا الفصح. شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. مبارك هو الله ملك الكون الذي يخرج الثمر من الأرض.
خذوا هذه واقتسموها بينكم، إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. مبارك هو الله ملك الكون الذي يؤتي الخبز من الأرض. هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة، وابن الإنسان سيموت كما هو محتوم، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. لا يمكن، لا لا يمكن، مستحيل، لا يمكن، مستحيل. من هو الذي يسلمك يا رب؟ فليكن الكبير فيكم كالأصغر، والمتقدم كالخادم، لأن من هو الأكبر؟ الذي يتكئ ليأكل أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ ليأكل؟ ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، كما جعل لي أبي ملكوتا كذلك أجعل لكم أنا، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كرسي تدينون الأسباط الاثني عشر. ليس هنا خائن إذن. سمعان، يا سمعان، الشيطان طلبكم ليغربلكم، كما يفعل الزارع فيفصل القمح عن التبن، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى عدت إلي فثبت إخوتك. يا رب، أنا مستعد أن أسجن معك وأموت معك. أقول لك، لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني. حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود، هل أعوزكم شيء؟ أبدا. لكن الآن من له كيس فليأخذه، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم إنه ينبغي أن يتم أيضا في ما هو مكتوب، لأن ما هو من جهتي له انقضاء. يا رب، هو ذا سيفان. يكفي. فاجتمع مجلس المشايخ لينظروا كيف يتخلصون من يسوع. فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي، وهو من جملة الاثني عشر. صلوا لئلا تدخلوا في تجربة.
أيها الآب، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء ليقويه، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. بقبلة تسلم ابن الإنسان. يا رب أنا أضرب بالسيف. هيا اقبضوا علي. كفى يا بطرس. معجزة، خرجتم بسيوف وعصي كأنه على لص. كنت معكم كل يوم في الهيكل ولم تمدوا علي الأيادي، ولكن أتت الساعة وسلطان الشر. هيا لنذهب. قيدوه. احرسوه جيدا. تفضل يا صاحب الجلال. هاك ثوب لبسه ملك. تنبأ لنا. السلام يا صاحب الجلالة. هل ستخلصنا يا صاحب الجلالة؟ يخلصنا؟ هيا هيا خلصنا. وهذا الرجل كان مع يسوع؟ لست أعرفه يا امرأة. رأيتهما معا. سيدي خدامك المطيعون. ما هو شعورك في هذا المركز العظيم؟ وأنت واحد منهم، لست أنا. كان مع يسوع لأنه جليلي. انصرف. لست أعرف ما تقول.
يا رب نسألك، أطلب إليك، اعمل حسب عظمة قوتك. أنت الذي غفرت لآبائنا عندما عصوا كلامك. أنت الذي غضبت عليهم ولكنك لم تفنهم، بل صنتهم من أجل عظمة رحمتك. أنت لم تفنهم. من ضربك؟ تنبأ، من التالي؟ كفى، قلت كفى، هاته أمام المجلس. هيا. قل لنا، هل أنت هو المسيح؟ إن أجبت لا تصدقوني، وإن أنا سألتكم فلا تجيبوني. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. أنت إذن ابن الله؟ أنتم تقولون. نحن كلنا سمعنا ما يدعيه. سنأخذه إلى بيلاطس. هيا. فجاءوا به إلى بيلاطس البنطي، وكان أشر وال روماني، فقد كان مسؤولا عن صلب الآلاف من الناس. نعم، ماذا تريدون في هذه الساعة المبكرة؟ إننا وجدنا هذا الإنسان يفسد الأمة، أثار شغبا في سوق الهيكل. وما هو عقابه؟ احكم عليه. إني لا أجد علة واحدة في هذا الإنسان. نحن وجدناه مذنبا كما يمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا إنه هو المسيح الملك. أهو أنت ملك اليهود؟ أنت تقول. ابتدأ في الجليل والآن ها هو هنا. الجليل؟ هل الإنسان جليلي؟ حسنا، هيرودس يتدبر أمره، فهو لم يزل في أورشليم. إلى هيرودس. من تقول عن نفسك؟ تلاميذك من يكونون؟ يقولون أنك تصنع المعجزات. هيا اصنع لي. سيدي، إنه يفسد الأمة، يدعو نفسه
ملكا. ملكا هذا؟ سيد الملك، قدموا له التحية. خذوه إلى بيلاطس، هذه ولايته. إنه لم يصنع شيئا يستحق الموت. فأنا أؤدبه وأطلقه. ستطلق لنا أسيرا واحدا في هذا العيد. أطلق لنا باراباس. باراباس. وخذ هذا الإنسان. أنت اقتلوه.
يا بنات أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن. إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا، فماذا يفعلون باليابس؟ يا يسوع، الله معك، سنصلي من أجلك. يا رب لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. خلص آخرين فليخلص نفسه. نعم، خلص نفسك إن كنت أنت المسيح، انزل عن الصليب، أرنا إحدى معجزاتك. انظروا هذا الثوب ما أحلاه. هيا دعوني. لا 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 تمزقه، اسمح لي لنلقي عليه القرى. حسنا، هيا. أول من ينال الصدق ينال دور. إذا يا لك من وقت ربحت ثانية. ماذا ستفعل به الآن بعد أن ربحت؟ ماذا يفعل هذا هنا؟
ووضعوا فوق رأسه علة مكتوبة: يسوع الناصري ملك اليهود. خلص نفسك إن كنت ملك اليهود. لست أنت المسيح؟ خلص نفسك وإيانا. أولا تخاف الله؟ فقد نال نفس العقاب الذي نلته أنت، ولكنه هو لم يصنع شرا. اذكرني يا يسوع حين تأتي في ملكوتك. الحق أقول لك إنك اليوم تكون في الفردوس معي. وكان نحو الساعة السادسة، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. وانشق حجاب الهيكل من وسطه، المجد لله. بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وإذا رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا، هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع وأنزله ولفه بكتان ووضعه في قبر قبل حلول السبت قبل المغيب.
اغفر لنا ولكننا نسير خلف جسد ربنا. أنا أعلم، ولكن هيا فالسبت يدنو. ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه. لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل. ابن الإنسان سوف يسلم في أيدي أناس خطى ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم. دحرج، دخلنا ووجدنا أن جسد الرب قد اختفى. اختفى؟ اختفى. ظهر لنا ملكان لامعان مثل الشمس، وقال لنا: لماذا تطلبنا الحية بين الأموات؟ هذا حق. صحيح، بالحقيقة لقد رأيناهما. اذهبوا وانظروا لأنفسكم، كان القبر فارغا والرب ليس هناك. بطرس، يجب أن تصدقونا. اسمعوني جيدا أرجوكم، لقد ظهر الرب لسمعان. لم نعرفه أولا عندما كنا في الطريق، ولكن عندما كسر الخبز عرفناه. عمواف، ولماذا يذهب إلى هناك؟ سلام لكم. ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو. جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. هذا هو الكلام الذي كلمتكم به قبل أن أموت. إنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. هذا ما قيل: المسيح سيموت ويقوم في اليوم الثالث، وسيكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم. وأنتم شهود لذلك، وهانا أرسل إليكم موعد أبي، فامكثوا هنا حتى تلبسوا قوة من الأعالي.
بركة الرب عليكم. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.